ماجي بوغصن تختار نادين نسيبن جيم بدل سيرين عبد النور وتفاجئ الجميع بتعليقها. إليكم ما قالته: وراء كل امرأة ناجحة نفسها. بوناسيرا، مساء الخير يا وجه الخير يا أحلى أثرت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة في برنامج كاربول كاريوكي مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي. وفي التفاصيل، سأل وسام الممثلة ماجي بوغصن عن الممثلة التي تختارها لتعرض لها مسلسلاً في حال كانت صاحبة محطة تلفزيونية، وخيرها بين نادين نسيب جيم وسيرين عبد النور، فاختارت نادين، حيث بررت ماجي اختيارها بالقول إنها تستطيع أن تتحاور بالعمل مع نادين وتشعر بالراحة خلال العمل معها. حبيت شانل نقدر يمكن نتحاور بالمسلسل، ناخد ونعطي في هاي الأريحية بين. وفي سياق مختلف، كانت عادة الأزمة بين الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور وماجي بوغصن بسبب مسلسل الموت إلى الواجهة من جديد بعدما خرجت ماجي عن صمتها في أول رد علني لها على ما حصل لتكشف الكثير من الأمور حول هذا الموضوع. كم مرة قلت لك خلي مسافة بينك وبين الناس، ما تحبي كتير، ما تعطي كتير، ما توسعي كتير. أنا وفي التفاصيل، حلت ماجي بوغصن ضيفة في برنامج ثقة عمياء مع الإعلامي علي نجم، وردت على سؤال المذيع عن رأيها بتصريحات زميلتها سيرين عبد النور حول دور سحر في مسلسل للموت، لتؤكد أن المسلسل كان لسيرين قبل أن يمنح لها، إلا أن الشركة المنتجة كانت مختلفة إذ لم يكن السيناريو مع شركة إيجل فيلمز التي يملكها زوجها جمال سنان. Lights, camera, action. ولفتت ماجي بوغصن في كلامها إلى أن المسلسل كتب منه 4 أو 5 حلقات فقط منذ 7 سنوات حينما وصل للشركة، وكان يحمل اسم الجوزاء، وقد عرض على سيرين عبد النور ونادين الراسي وورد الخال، لكن حينما وكل النص لشركة إيجل فيلمز وأصبح قيد التنفيذ تقرر منحه لماجي بوغصن وللممثلة اللبنانية دانييلا رحمي. كان إلا أكيد كان إلا بغير شركة، بس هيدا نصيبي. من هنا أعادت ماجي التأكيد على أن المسلسل كان في الأساس لسيرين عبد النور، لكن الدور في النهاية كان من نصيبها ونجحت في أداء شخصية سحر بإتقان واحترافية. خاتمة كلامها بالقول: بتمنى لها لسيرين الخير، يمكن هي صرحت لأنها شافت الدور أداء حلو، بتمنى لها دور مثله وتعطي أكتر ما عندها.